النهاردة الحنة وبكرة الفرح. بدر خلف ينزل صورة ليه في يوم الحنة بتاعته. اللي حصل بالظبط ان نزل بدر خلف الصورة دي على حسابه على تويتر وعلى انستجرام، وبيقول ان النهاردة الحنة بتاعته وبكرة الفرح. وطبعا بعد نزول الصورة دي ناس كتير تفاعلت مع الصورة وبدأوا يهاجموا بدر خلف بكلام كتير وتعليقات مسيئة لبدر خلف، لأن أغلب الناس عارفة إن بدر خلف كل شوية يخترع كلام أو صور أو ترندات علشان الناس تجيب سيرته وتتكلم عليه. وناس كتير قالت إن الصورة دي معدلة ودي مش حنته خالص، وإن هو بيخترع أي حاجة علشان يحاول يخلي الجمهور يتفاعل معاه على أي حاجة، لكن في الحقيقة مفيش حنة ولا في جواز، الموضوع كله مجرد إنه عاوز يتصدر الترند وبس. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.